أكد مصدر أمني مصري نقل الإعلامي توفيق عكاشة من قسم شرطة مدينة نصر إلى أحد المستشفيات، وذلك بسبب تدهور حالته الصحية داخل حجز القسم لتلقي العلاج. وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على عكاشة تنفيذا لحكم صدر أو لصدور حكم نهائي، وبات بحبسه سنة في قضية تزوير شهادة الدكتوراه الخاصة به.